سيدات وسادة، نرحب بكم في المؤتمر التقديمي للمباراة المرتقبة لكأس السوبر المصري سايب 2018-2019. ونبدأ أحداث المؤتمر مع السيد ريني فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، وبحضور قائد الفريق الكابتن شريف إكرامي. هندخل على طول في الأسئلة بناء على رغبة المدير الفني للنادي الأهلي، لكن أرجو من حضراتكم أن الأسئلة تكون متعلقة بالمباراة والمباراة فقط، فما حدش يزعل مني أن لو هيسأل في سؤال غير متعلق بالمباراة هعتبر أنه ما سألوش أصلا. دي دي نقطة تانية. الماتش السوبر ده حاجة تانية، ليه حسابات تانية خالص، ملوش علاقة لا بطولة أفريقيا ولا بالدوري. إحنا قاعدين الماتش إعداد جيد من ناحيتنا، وإحنا المفروض نركز على نفسنا، مالناش دعوة بالفريق المنافس. أعدادنا الماتش إعداد جيد. ممكن حضرتك تقدم المايك شوية؟ بس اتفضل. أعيد من الأول ولا خلاص؟ لا لا. قاعدين المباراة إعداد جيد، وإحنا مستعدين عشان الماتش، وإحنا سعداء إحنا بنلعب مباراة كبيرة زي دي على نهائي، ده نهائي كأس يعتبر بطولة، نلعب في الإمارات هنا، وإحنا سعداء إحنا موجودين هنا وبنلعب المباراة دي. هل ترى حضرتك أن التشكيل الأمثل للنادي الأهلي الذي خاض به لقاء بيراميدز واستطاع تحويل الهزيمة إلى فوز، أم لقاء المصري الأخير؟ شكرا. فرد الكوتش بيقول انا ما اقدرش اقول لك طبعا التشكيل هلعب بيه ايه، لان طبعا دي حاجه بحتفظ بيها يعني بالقرار في اخر وقت. وطبعا بس اهم حاجه اني هحط افضل 11 لعيب او افضل 18 لعيب بالسكور ال11 والسبع الاحتياطي اللي هيادوا النظره الفنيه اللي عايز اعملها او وجهه النظر الفنيه ليا في المباراه عشان اقدر اكسب. Mais nous sommes persuadés que nous sommes bien préparés et que nous sommes assez de qualité pour gagner ce match-là. والسؤال أني أخطر بالنسبة لكوتش فايلر، يا ترى مستوى لعيبة الزمالك أو لعيبة الزمالك ولا عقلية المدرب الفرنسي كارتون مدرب نادي الزمالك؟ فهو الإجابة بيقول طبعا مش ممكن بيتعامل مع مدرب، بيتعامل مع فرقة، يعني لعيبة قدام لعيبة. طبعا مع كامل احترامي للمدرب نادي الزمالك، بس احنا بنتعامل لعيبة قدام لعيبة، واحنا كل ماتش ليه حسابات، واحنا أصلا بالنسبة لنا حاسين إن احنا يعني عددنا الإعداد الجيد للمباراة، فاحنا مش قلقانين. بس هو بيقول لا كارتون ولا حتى فايلر المفروض نحطهم في الاعتبار لما بنيجي نلعب ماتش بين الأهلي وزمالك. نفكر في اللعيبه والفرقه. هو السؤال كان مستر فايلر، تالت ماتش لعبته هنا لما جيت مصر، كان الاول كان مع الزمالك في الماتش في كاس السوبر، دلوقتي بتلعب بعد خمس شهور بعد ما لعبت 15 ماتش في الدوري وثمان ماتشات في بطوله افريقيا، يا ترى رؤيتك للماتش الاولاني مختلف عن الثاني او في اختلاف بين الماتشين؟ فهو بيرد بيقول ما ينفعش نخلط ما بينهم، يعني ده يعني ما ينفعش نقارن ما بينهم، دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص. اول حاجه كره القدم ما بتعترفش، انت لسه جاي او بقالك فتره، كل ماتش ليه ظروفه، خاصه ماتش الاهلي والزمالك. لكن احنا بنركز في المباراه، كم مباراه ما تبصش في الماضي عملنا ايه قبل كده مع الزمالك، مركزين في المباراه بظروفها وبنستعدلها، واحنا حاسين عاملين اعداد كويس. sur le chemin d'être retour, mais il n'est pas encore prêt pour jouer le match de demain, ça veut dire qu'il n'est pas dans les conditions. هو السؤال كان يا ترى رمضان صبحي بعد فتره غياب هيكون موجود بكره سواء اساسي او احتياطي، وطمنا على قفشه هيكون موجود ولا لا. الاجابه وجواب النص الثاني من السؤال، قال قفشه جاهز ومستعد ان شاء الله يشارك. اما بالنسبه لرمضان، هو شارك في بعض الاوقات من التمرين بفترات مش فترات كامله، ولسه ما جهزش بشكل كامل، فللاسف مش هيكون موجود معانا بكره لغايه ما يجهز الماتشات اللي جايه. كابتن شريف، هو السؤال كان موجه لحضرتك كقائد للفريق وممثل عن لاعبي الفريق في المباراه، شايف الاستعداد النفسي للاعبين ازاي للمباراه والاعداد من قبل الجهاز الفني، ومن حضرتك كقائد للفريق بتوجهوا اللاعبين ازاي لمباراه كبيره زي دي؟ في البدايه مساك محمد الدكتور. لا، الاستعداد للفريق للمباراه دي، احنا يعني مش اول مره نلعب مباراه سوبر ضد الزمالك، وكانت المباراة السوبر اللي قبل كده كانت يمكن في لعيبه كانت اول مره تخوض لقاء بالاجواء دي وضد الزمالك والسوبر على البطوله النهائيه، فبتهيألي ان ده ادى برده حد ادنى من الخبره ومن الثقه ان اللعيبه ممكن يبقى عندها مبادئ خبره او ثقه في البدايه ان هي ازاي بتلعب ماتشات زي دي. انما احنا دورنا لعيبه كبار او قدام سواء موجودين في الملعب او موجودين بره الملعب، ان احنا دايما مش بنحفز، لا احنا بننقل
ممكن خبرات سابقة أو مواقف ممكن ما تكونش حصلت، بنحضر اللعيبة اللي ممكن تكون جديدة أو صغيرة ليها، فممكن يكون أنت تسميه تحفيز، تسميه زي ما تسميه، بس في الآخر إحنا المباراة اللي زي دي بيبقى تحضيرها مختلف شوية. يمكن هي بطولة سوبر، مش دوري عام، مش بطولة أفريقيا، بطولة شرفية عامة عادة بتتلعب في أول موسم، إنما إحنا عشان لسبب أو الآخر بنلعبها في النص، إنما هي قيمتها كبيرة إن أنت بتلعب فريق بقيمة نادي الزمالك، فدايما هي بتاخد قيمتها من الحتة دي. وزي ما الكوتش قال، إحنا المباراة دي ملهاش علاقة خالص بالنتائج الفرقتين قبل كده، ولا بالبطولات حصلت قبل الماتش، ولا بنتائجنا في الدوري. هو العبرة في الآخر بتبقى حالتك يوم المباراة عاملة إزاي. بس فهو ده اللي احنا بنشتغل عليه يعني. بس ده بالنسبه للجزء الاول من سؤالك. الجزء الثاني فكرني كده، قلت لي لا انت لا الفتره دي اولا هو العرف عاده بيبقى في حد من الكباتن بالاقدميه بيجي موجود مع الكوتش. ممكن هتشوفني، ممكن هتشوف عاشور، هتشوف احمد فتحي، لو هتشوف الشناوي، شفت رامي ربيعه قبل كده. فهو العرف بيقول ان ترتيب الاقدميه على حسب، لو في حد عايز يروح حد مش عايز يروح، انما هي ملهاش علاقه خالص باي نواحي تانية.